رجل الأعمال الأوكراني الملياردير ديمترو فرتاش له أصول في قطاع التعدين والطاقة وتجارة الغاز ووسائل الإعلام. حاليا في النمسا يعمل لمنع تسليمه إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، متهم بالفساد والرشوة. يدافع عن براءته وينتقد الحكومة الأوكرانية. يورو نيوز التقته في مكتبه في فيينا. السيد فرتاش، أهلا بك على قناة يورو نيوز. أبدأ بسؤال عن رأيك حول الوضع الحالي في أوكرانيا الاقتصادي والسياسي. أعتقد أن الوضع صعب للغاية. إننا نواجه تحديات في غاية الصعوبة وضيعنا الفرص التي كانت لدينا. الآن نرى بوضوح أن خلال 23 عاما من أوكرانيا مستقلة لم نقم بما كان ينبغي القيام به، ولم نتعلم من الدروس، وهذه هي نتائج اليوم. أولا، وضع اقتصادي متردد. ثانيا، نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة لا تقدم الحلول المتوقعة للمشاكل. لم يتم تنفيذ الإصلاحات، لا توجد تغييرات إيجابية، وفي نهاية المطاف الناس يعانون والأعمال التجارية أيضا، الجميع يعاني. علينا تغيير هذا الوضع، علينا تصحيح أخطاء السنوات 23 الماضية، أن نفعل الكثير خلال السنوات 23 المقبلة، أن نخطط لإيجاد حلول تتعلق بالإصلاحات الدستورية والإصلاحات الاقتصادية. إنها مهمة كبيرة لكن لابد منها. تحدثت عن الفرص التي ضيعت، ماذا يجب القيام به الآن؟ ما هي الإصلاحات الملموسة التي تفكر بها؟ أنا مقتنع بقوة ولا أنكر أن أوكرانيا تحتاج إلى إعادة البناء. هذا يمكن أن يكون شكلا من أشكال الاتحاد أو كالنظام البولندي أو الألماني أو النمساوي، لكن يجب تسوية الأمر مرة واحدة وإلى الأبد. إنني مقتنع بضرورة منح المزيد من السلطة إلى المناطق، وإلا لن يكون هناك إعادة إعمار وأي تحديث. يمكننا جميعا أن نرى ما يحدث في البلاد الآن. البلد انهار تقريبا وأفلس، ولا نستطيع أن نفعل أي شيء. الحكومة للأسف لم تنفذ الإصلاحات. طبعا الشيء الأهم الآن هو إنهاء الحرب، وأنا أمل ذلك. هناك عدد من الإصلاحات التي بدأت بالفعل، والحكومة الأوكرانية أعلنت عنها، منها ما يتعلق بقطاع الطاقة. كثر الحديث عن إمدادات الغاز، هل أوكرانيا اعتمدت كثيرا على شحنات الغاز القادمة من أوروبا؟ الحياة علمتنا أن نكون خبراء بكل ما نقوم به، وأن نفهم كيفية عمل الأشياء. لسوء الحظ، فهم حكومتنا كان سطحيا للعملية برمتها، ولا تستطيع أن تقدر نتائج أعمالها. إنها لا تستخدم الأدوات المتاحة، إنها تسيء وتضيع نقاط قوتها، وهذا يضعفها ويخلق المشاكل لأوروبا أيضا. لماذا؟ لأننا نواصل القول إننا نتمكن من العيش دون الغاز الروسي، وهذا غير صحيح على الإطلاق. غير صحيح. لا أؤمن بهذه التأكيدات، وهناك المزيد من الفضائح التي حصلت في الأيام القليلة الماضية، إن اشترينا الغاز أو لا. إننا نعود إلى الوضع السابق. أعتقد أنه علينا أن نتصرف بواقعية، وإلا فإننا سنواجه أسوأ سيناريو إن ارتبطت روسيا عاجلا أم آجلا بأوروبا حول فكرة ساوث ستريم أو أنابيب أخرى، لأن الأوروبيين لا يريدون أن يصبحوا رهينة لهذه المواجهة. أعتقد أن سلوكا كهذا غير صحيح. يوجد خيار ثالث؟ حين نتحدث عن الغاز نتطرق أما لروسيا أو لأوروبا، هل هناك طرف آخر؟ لا يوجد خيار ثالث. على أوروبا وأوكرانيا وروسيا أن يجلسوا ويتحدثوا معا، إن أحببنا بعضنا البعض أم لا. يجب أن نحافظ على الحوار. من الواضح أن خلال مناقشة الشراكة بين أوروبا وأوكرانيا كان من الضروري عدم تجاهل مصالح روسيا. كان من المهم أن تتحاور أوروبا مع روسيا وأن تفعل أوكرانيا الشيء نفسه. ما نراه اليوم هو الجزء السياسي من اتفاقية الشراكة، لكن تم تأجيل تنفيذ الجزء الاقتصادي لسنة أو سنتين.
الآن فقط بدأوا يتحدثون مع روسيا. لنجلس جميعا ونتحدث عن مشاكل وتحفظات الجميع. عن ماذا تريده روسيا وأوكرانيا وأوروبا؟ مناقشة صريحة ومفتوحة. إننا بحاجة إلى الوحدة وسوق مشتركة كبيرة. لا يهم هل يجب أن تكون من ليشبونة إلى الشرق الأقصى أو من الشرق الأقصى إلى ليشبونة. سؤال آخر حول إمدادات الغاز. وزير الاقتصاد الأوكراني في مقابلة مع يورونيوز قبل بضعة أيام في كييف، من بين أمور أخرى تحدث عن التعامل مع شركة غازبروم الروسية. قال: الآن لا يوجد وسطاء وإن أوكرانيا تتعامل مباشرة مع الشركة. وتحدث أيضا عن شركتك روزيوكونيرغو. ما ردك؟ الوزير قال إن التعامل مع شركة غازبروم أكثر وضوحا وشفافية بسبب إبعاد الوسيط. ما الذي يجب أن يحدث عند إبعاد الوسيط وكل شيء أكثر وضوحا بكثير؟ حسنا، على الأقل يجب أن تتوقع الحصول على تسليم مضمون وسعر محدد بوضوح، أليس كذلك؟ وما الذي حصلنا عليه اليوم؟ لا تفهموني خطأ، لم أفهم تماما قصد الوزير. لا أريد أن أنتقده، لكنه ليس على حق. أستطيع أن أقول لكم إنه حين كانت شركة روزيكنيرغو موجودة لم يكن هناك أي تهديد لاستقرار إمدادات الغاز. أوروبا كانت تحصل على الغاز، مرافق تخزين الغاز في أوكرانيا كانت معبأة، وسعر الغاز لأوكرانيا كان 179 دولارا. لا أعرف عن ماذا كان يتحدث وزير الاقتصاد، لكنني أود أن أقدم له نصيحة، وهي الانشغال بميزانية البلاد أولا. حقا لم أفهم يعنيه، وليس هناك ما أخجل منه. لم أحصل على الأموال في أوكرانيا، حصلت عليها خارج أوكرانيا واستثمرتها في أوكرانيا. لا أستطيع أن أتجنب سؤالا عن التحقيق في الولايات المتحدة، في أي مرحلة هو الآن؟ قبل كل شيء لا يوجد لدي أي تعليق على هذا الموضوع، ليس لأنني لا أرغب بهذا أو لأنني غير مستعد، بل لأن المحامين الخاصين بي لا يسمحون لي بهذا. كل ما يمكنني أن أقول هو لا أنا ولا مجموعتي لم نرتكب أي أشياء غير قانونية، أنا متأكد وسنثبت هذا. ثانيا، أتعامل مع هذه الحالة كورقة ضغط سياسي، لأن هناك من أراد إبعادي عن السياسة الأوكرانية بعيدا عن بلدي، لأن هؤلاء الناس يعرفون موقفي وكيف تسير الأمور، فإنهم يستبقون أفعالي. أنا ضد الحرب ولا أخفي هذا، أقول دائما إن ما نحتاج إليه هو الإصلاح الدستوري. إن الأطراف الثلاثة أوكرانيا روسيا وأوروبا يجب أن تجلس معا إيجاد الحلول، هذا يعني أن موقفي واضح. لنتخيل أن القضية ضدك أغلقت غدا وتم إسقاط جميع التهم وجميع الأشياء توضحت، هل تعود إلى أوكرانيا قريبا؟ أستطيع أن أقول لكم إن أوكرانيا هي وطني. كانت لدي فرص للعيش في بلد آخر، كان بإمكاني القيام بهذا، لكنني لم أفعل. أتمتلك طموحات سياسية مباشرة؟ هل ترى نفسك في السياسة في قلبها وليس خلف الكواليس؟ كلا، لم يسبق لي وأن شاركت في السياسة. لا أمتلك طموحات سياسية ولا أريد أن أكون مسؤولا حكوميا. أولا، إنني لا أعرف كيفية القيام بهذا، إنه شيء ليس قريبا من قلبي. أحب القيام بما أحب، الأعمال هي ما أحب القيام به. السيد فرتاش، شكرا جزيلا لك على هذه المحادثة.